عليكم. خوتي هذا قاتل، هذا لكم تشوفون فيه قاتل. في إطار المحافظة على سلامة مستعملي الطريق، تمكنت فرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاد بالحاج التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببن مراد رايس من توقيف شخص بتهمة تعرض حياة الغير للخطر، المتبوع بالتهديد بالضرب والسب والشتم والتحطيم العمدي لملك الغير. العملية جاءت بعد تقدم أحد المواطنين إلى مقر الفرقة لرفع شكوى ضد سائق شاحنة بمقطورة قام بالاعتداء عليه والتوقف وسط الطريق معقلا لحركة المرور، حيث قام بتهديده بالضرب عن طريق عصا خشبية مع سبه وشتمه مع التحطيم العمدي أمام أفراد عائلته الذين كانوا برفقته بالسيارة، بالإضافة إلى تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوثق هذه الحادثة ليتم فتح تحقيق من طرف الفرقة الإقليمية والاستعانة بمنظومة المراقبة بالفيديو للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر بتعريف الشاحنة وتوقيف السائق في ظرف وجيز. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة.